بابا في شيء؟ لا بابا ما في شيء، تعبان شوي. كيفك عمي؟ منيح. انت شو جاي تعمل هون؟ عمي جاي خبرك خبرية وبظن انك رح تفرح لي كتير. خير؟ استلمت مدير شركة، 4 من اهم رجال اعمال هالبلد اختاروني لحتى اكون مدير شركتهم. مبروك. ما بدك تاكل بابا؟ لا بابا بدي ارتاح. لا عمو لا، ترى ما فينا ناكل الا حتى تجي، يعني ما بنقدر بلاك. لا بتقدر يا عمو بتقدر. شو عماد؟ شبك؟ ما بشي حبيبتي ما بشي. زعلت من بابا ما؟ لا اعوذ بالله، شو ازعل منه؟ بيضل عمي وبعد كم يوم بصير ابو مرتي. طب تعال تعال ناكل يلا. عماد شبك؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ طب قلي قلي شبك؟ يعني وما قولي نرجع مثل اول كل واحد يفكر لحاله. يعني بصراحة لو ما انه ابوكي وعمي بنفس الوقت لكنت قلت انه هذا عدونا وبده يخلص منا باي طريقة كانت. يا كنت عن مين هيك عم تحكي؟ عن بابا؟ خلاص خلاص ما عاد احكي. ليش لا احكي انا؟ بضل ساكت عسلي. عماد شبك؟ شو هالحكي هاد؟ عبير راقبي تصرفاته منيح، اسمعي حكيه. بتحسي انه حاقد علي وعليكي، بدي اياك تضلي هيك بالبيت مثل رجل كرسي، يعني مثل شم عدان. انا واثق انه هذا عم ينتقم من امك فيكي. عماد حاجه بقى من شان الله حاجه، عن بابا لا تحكي هيك، شو بدك تجنني انت؟ انا يا عبير، انت بتعرفي تماما انه لو طلبتي مني موت ما رح اصر. يا عبير انا بحبك وبموت فيكي، بس شو اعمل؟ هذا اللي صار. لما قال لي انه بده مشروع عظيم شفتي بعينك ردة فعله؟ قلت له انه انا صرت بمشروع كتير عظيم وصرت مديره كمان. طب شو اعمل؟ يعني شو ساوي؟ قال لك انه انا طمعان مصاريكي؟ يا ستي انا ما بدي منك شيء، انا مستعد اسكن معك بغرفة وبأبو كمان. عبير حاجة ضعف بقى، الله يخليكي حاجة ضعف. مو مطلوب منك كتير، مطلوب تكوني قوية مشان ما نخلي أبوك يتحكم بمستقبلنا. قرري يا عبير قرري، خلي مرة واحدة بس يكلك قرار. خلص انا ماشي، بس بزمتي ما عم يخطر عبالي الا زت حالي تحت اي سياره هلا لحتى اخلص من الدنيا هي. لك شو قصتك انت يا عماد؟ شو قصتك؟ ليش مصر انك تعذبني؟ ليش؟ يعني بدي كاني ما احكي لك ما فضفض، ما اقولي بقلبي خلاص خلص خرست. لك يا عماد تفهم بقى، انت الوحيد اللي لازم توقف معي لحتى نقدر نقنع بابا باي شكل. ابوكي بيخربها وبينام على تلتها، اصلا هذا اللي بده اياه هو. لك بده يسحب البساط من تحتنا. عبير انت اللي بتهمني وبس، ديري بالك على حالك.
يا استاذ عمل. يا سلام يا سلام على هالعزف الرائع يا رجل، انت مجموعة مواهب برجل واحد. بابا انت متأكد انك منيح؟ شوفت عينك، بس موضوع الحرارة. بس هذا الشراب شو بيعرفنا شو في بقلبه؟ لك يا حبيبتي يا روحي، لازم تسقي بخالد مثل ما بسق فيه انا. بابا انت شو اللي مخليك متاخد فيك هالقد يعني؟ ليش هلا بعد كل شيء سوالنا اياه عم تسالي؟ لك شو سوى شو عمل؟ لسانه طويل وبيدخل بكل شيء يا بك كانه انت. بس يا بنت روحي شوفي شغلك. بابا بقدر احكي معك شوي؟ حبيبتي انا تعبان، امبارح ما نمت الليل وماني قدران احكي. معلش يا بابا كرمالي، في موضوع مهم بدي احكي معك. تفضل. وين الغلط؟ الغلط بابا انه عمو ومرت عمو صار لهم فترة عم يخططوا مشان انت ترتبط فيها. طيب وين المشكلة؟ انا نفسي صار لي فترة طويلة عم خطط مشان اتجوزها. بابا هني عم يعملوا هيك بدهم يستولوا على ثروتك. بالله وانت بتعتقدي انه ابوكي سهل لدرجة انه اي واحد يستولي على ثروته؟ لا يا بنت، أبوكي قادر يقرا الناس ويلاعبهم بالطريقة اللي بده إياها. بس يا بابا افرض إنه عن طريقها قدروا يساووا معك شيء. لك يا بابا ليش ليساووا لي شيء؟ يعني أنا ما بنحب مثلا؟ لا بابا مو قصدي، أنت أروع من رجال العالم كله. بابا قولي رأيك بدون مجاملة، أنا ما بنحب؟ قولي رأيك فيني كرجل. بس يا بابا انت عبير، احكي بلا مجاملة، احكي بصدق. انت طيب كتير بابا، شخصيتك قوية وقلك طلة فظيعة، بعدين انت كتير انيق واللي ما بيعرفك بيخاف منك. يعني ممكن تلتقى انسانة تحبني ولا لا؟ ايه بابا، بس هاي بالذات بتعرف انه انت اكبر منها، تعرف انك انت مريض. بس يا بنتي ممكن هي تموت قبلي، الاعمار بيد الله، وممكن انا اعمل افظع من اللي هي ممكن تعمله، صح ولا لا؟ عبير لهالدرجه باين انه بينضحك علينا انا وياكي؟ تعي يا بنتي ما نخلي حدا يضحك علينا وما نخلي حدا يفرق بنا، شو رأيك؟ أنا بوعدك، أنت بتوعديني؟ ليلي شو رح تعملي؟ ما عليك أنت لسه بتقلي ما عليك ما عليك؟ تليفون يا بيك. شكرا. عفوا. الو ايوه مين؟ لهي يا عامر بيك، ما عرفتني؟ انا رفاه. اهلا مدام رفاه، كيفك؟ كيف الاحوال؟ الحمد لله، كيفك انت؟ رفاه شوفي مري. الحقيقه عامر بيك انا حابه اشوفك شي ربع ساعه، في موضوع كتير مهم ومن مصلحتك انك تسمعه. يا ستي البيت بيتك، امتى ما بتريدي اهلا وسهلا فيكي.
لا لا عامر بيك، انا بفضل انه نلتقي برات الفيلا. كتير كتير منيح والتوقيت منيح. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. لك فهميني بس شو عم تساوي؟ لازم يا زهير ندق الحديد وهو حامي. لك شو الحديد هذا اللي بدنا ندقه وهو حامي؟ هلا انت ريح لي حالك وتركني اشتغل على طريقتي. بس طريقتك هي رح تحطم اعصابي وتقصف عمري اذا ما فهمتيني. هلا دخيلك ودخيل اعصابك لسه بيقلي اعصابي. يخرب بيتكم كلكم. وانا اللي بقول عليه صغير يا زهير؟ شو عليه؟ لك الحادث حديث. انا بفرجيكم. أهلين صلاح بيك. أهلين عماد بيك. وينه أخي؟ عم استناك فوق على التراس. ما بسبقني لاحق أنا. لا تأخر. وينه تحسين؟ راح يجيب الأغراض اللي قلت له عليهم يا بيك. وانت شو عاملة؟ مثل ما بدك، كل شيء تمام. كيف صحتك يا أخي؟ الحمد لله الحمد لله. سلامة قلبك. هل جاي قريب؟ لا بسيطة بسيطة، ما في شيء. مرحبا عمي. أهلين عامر بيك، الغدا صار جاهز. أها، معناته حماتنا بتحبنا، جايين على الوقت تمام. يلا تفضلوا. شرفوا. تفضل عمو. نزهة شوفي خالد خليه يجي لعنا فورا. حاضر.